الحمد لله. مبروك للزمالك، مبروك كبيره جدا جدا الحقيقه بصفتك واحد من ابنائه ومن نجوم نادي الزمالك اللي عملوا تاريخ كبير جدا جدا. طبعا ببارك لك على البطوله الدوري اللي خلاص على بعد ايام، يعني يوم الثلاث اذا تمكن الزمالك من هزيمه الاتحاد السكندري وتوج رسميا بهذه البطوله. وده المدخل بتاعنا للحديث عن الزمالك الموسم ده. الزمالك مر بظروف صعبه هنتكلم عنها، صحيح. بس خليني اخد من اول مرحله التعاقد مع فيريرا. هل انت كنت تتخيل والزمالك بيتعاقد مع فيريرا والقرار بيطلع من رئيس النادي وانه هاتوا فيريرا، رغم انه الاستاذ مرتضى منصور كان عنده مشاكل مع فيريرا قبل كده في الولايه الاولانيه، فبياخد القرار المره دي انه يرجع فيريرا تاني ويدي له صلاحيات وصلاحيات كبيره جدا جدا، ويخلي بس يعني نقطه التواصل هي من خلال امير مرتضى مدير الكوره. هل كنت تتخيل ان الزمالك يحصد بطوله دوري وبطوله كاس؟ ما كانش حد يتخيل طبعا ان الزمالك بالظروف اللي كان راجع بيها المستوى المتدرب بعد الاستبعاد وبعد نجاحه في مجلس الاداره في الانتخابات، يعني جمال عموميه اللي فاتت، الامور كانت صعبه جدا جدا. وانا كنت عايش الفترتين، فتره المستوى المتدرب قبل ما يجمد وبعد ما رجع، وهو مجمد برضو كنت انا موجود في نادي الزمالك، فعشت كل الظروف، شفت كل حاجه، شفت كل حاجه، وكنت حاسس وعايش الوضع الداخلي بتاع نادي الزمالك. كان وضع مأساوي، مأساوي بما تحمل الكلمه معنى الحقيقه، يعني لان انا كنت شغال في نادي الزمالك، كنت في قطاع الناشئين، ماسك قطاع الناشئين، كنت ماسك رئيس القطاعات، رئيس القطاعات كلها. فالحقيقه كانت الامور كانت صعبه جدا، الوضع كان كارثي. لعيبه بتمشي وانا قاعد بستغرب، يعني انا مسؤول عن قطاع الناشئين، حدش جه قال لي مثلا حسين فيصل ده نعم عشان ايده، محدش جه قال لي، هيقولوا مين؟ محدش قال لي. مثلا هاني رشدي ده مش هنديله فلوس، يوسف اسامه النبيل مش هنديله فلوس. انا قدمت ورقه، اتنين لعيبه كانوا هايلين جدا، يوسف اسامه النبيل وهاني رشدي، عقدهم خلص، بحاول اجدد العقد، فاهمني؟ وفي نفس الوقت لهم فلوس. جلسه مجلس الاداره او المجلس اللي هو كان موجود، اللجنه اللي كانت موجوده ساعتها اجتمعت ورفضوا. فالولد هاني رشدي خد بعضه ومشي، ما جاش تاني. يوسف عشان علاقتي بوالده، ووالده كان تقريبا ماسك الفريق الاول ساعتها، كان موجود الكابتن، كان موجود، ما ينفعش يمشي. فهو الولد سبحان الله قعد عشان كده، مع ان في الولايه الاولى المستوى المتواضع هو اللي عمل عقود للولاد دول، يعني يوسف، اسامه نبيل، سيف جعفر، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، بيسو، حسام بيسو، اللهم صل على سيدنا محمد، مين تاني يا طارق، اسامه فيصل، كل دول معمول لهم عقود ايام مستوى المتدرب في الولايه الاولى. للاسف الشديد الامور تدهورت مره واحده. وانا يعني مش 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 بتكلم كده علشان يعني اقول الفتره دي كويسه والفتره، لا، هي الفتره الناس كلها عايشاها يعني وحاسين بيها. وبالتالي ما كانش حد يتخيل ابو خليل ان الزمالك، احنا كنا بنقول يا رب نخش دوري الابطال، بكلمك جد يعني. احنا واحنا قاعدين كده بنتكلم مع بعض كمسؤولين في نادي الزمالك وكلاعيبه قدامى، بنقول يا جماعه احنا ممكن السنه دي نخش دوري ابطال، تبقى حاجه كويسه قوي، يبقى اشبه بالسحر اللي عمله فيريرا. طبعا طبعا. بص هقول لك على حاجه، اولا في مجموعه اسباب ومعطيات اتعملت داخل نادي الزمالك من سبحانك يا رب، تحس انها رب ده الهام من ربنا سبحانه وتعالى لاداره نادي الزمالك انها تعمل هذه الخطوات. اول خطوه اتعملت، فاهمني، نجاح المستوى المتدرب في مجلس الاداره، ده عمل نوع من الطفره المعنويه لكل النادي واعتقد كل الجماهير، لان احنا كنا منتظرين نجاح المستوى المتدرب على اساس ان هو الوحيد بصراحه اللي بيحاول يعني يعمل استقرار مادي، وبالتالي المعنوي ونفسي ده مهم جدا لكل الاجهزه الفنيه سواء على مستوى الناشئين او الفريق الاول. نجاحه عمل نوع من الاستقرار النفسي، والامور بقى فيه انفراجه كده، تحس ان انفراجه يعني. نمره اتنين، بعد ما جه المستوى المتواضع، وطبعا امير دخل عمل نوع من الاستقرار الغير طبيعي مع الفريق، وزي ما تقول الناس حست ان هناك انفراجه، بس هقول لك على حاجه ما كناش متخيلين انها تبقى كده.